يلا يا ريس. ايه عايزه ايه يا اسماء؟ اسماء مين؟ مين هناك؟ ايه الملمومين حواليك ده؟ يا عم عملوا ايه بتاع الجيش وعيد؟ احمد رضوان هنا ولا مشي؟ مين؟ رضوان بقولك مش ماشي غير اخر النهار. اما هو مش عايز نركب معاه. ممكن نتمشى على فكرة. ولا حاجة، واحنا ماشيين حتى ناخد كام صورة حلوة. حطيت الكاميرا في الشنطة يا بيه؟ يا حبيبي الكاميرا حطيتها؟ أمن على حاجتك برضه. عايزين برنيطة بس الواحد في شمسة تلسعه.